السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، كتابة مقال نقاشي الجزء الأول، وموضوعه الإسهام في المشروعات الوقفية. أهداف الدرس: أولا، أن يعبر الطالب عن وجهة نظره في موضوع محدد مؤيدا موقفه بالأدلة المناسبة. ثانيا، أن ينشئ مخططا هيكليا لموضوع نقاشي محدد مراعيا خصائصه البنائية. وثالثا، أن يدون الأفكار والمعلومات المتعلقة بالموضوع المستهدف في نقاط. عزيزي الطالب، افتح معي الصفحة 68 بعد 100 من كتابك المدرسي لنتناول درس كتابة المقال النقاشي، وموضوعه الإسهام في المشروعات الوقفية. وقد سبق أن مر بكم أعزائي الطلاب نص القراءة صفحات مضيئة من الوقف العلمي بالأندلس، الذي تناول موضوع الوقف ودوره المهم في الإسهام العلمي الحضاري في الدولة الأندلسية. وإذا أحببتم العودة للنص القرائي المذكور لاستحضار أهم ما ورد فيه من أفكار، فإن ذلك ميسور عبر بوابة التعلم عن بعد في القناة الخاصة بالصف الحادي عشر. وفي بداية لقائنا، لا تنسى عزيزي الطالب إحضار دفترك وقلمك، فنحن في درس من دروس الكتابة. والآن مع النشاط الأول من درسنا اليوم، يمكنك إيقاف التشغيل لقراءة هذه الفقرة. إذا أراد العرب نهضة حضارية حقيقية، فينبغي تسخير جميع مشاريع الوقف للإنفاق على التعليم، لأننا إن ارتقينا به نهضنا بسائر مناحي الحياة. وليس أدل على ذلك من تجربة الغرب، حيث التبرعات هي الأساس لتمويل المؤسسات التعليمية. فجامعة هارفورد مثلا، إحدى أعرق الجامعات العالمية، ينفق عليها من ريع أكبر حجم أوقاف في العالم، يبلغ نحو 36.5 مليار دولار. ولتتأمل معي عزيزي الطالب منهج كاتب الفقرة في عرض وجهة نظره، فقد افتتح هذه الفقرة بعرض قضية النقاش التي تتبنى فكرة خلاصتها أن تسخير جميع المشاريع الوقفية لصالح التعليم سبيل لتحقيق نهضة حضارية عربية. فطرح وجهة نظره، ثم أتبعها بتعليل يفسرها، ثم جاء بدليل يؤيد به صحة دعواه حين استشهد بتجربة الغرب في مجال التعليم، إذ التبرعات هي أساس تمويل المؤسسات التعليمية هناك. ثم ختم الفقرة بضرب مثال واقعي من خلال جامعة هارفورد، تلك الجامعة العريقة والمشهورة، والتي ينفق عليها من ريع أكبر حجم أوقاف في العالم. إنها بلا شك استراتيجية نموذجية في عرض الرأي، اجتمعت فيها أدوات الإيضاح والإقناع بشكل منظم متسلسل. وكلما نجحت عزيزي الطالب في الجمع بين عناصر الإيضاح والإقناع عند عرض رأيك، كان طرحك أكثر قوة وتأثيرا. والآن لنعد إلى المطلوب الرئيسي في هذا النشاط، وهو الرد على الفقرة مرتين، مرة بتأييد موقف كاتبها، ومرة أخرى بمعارضته. وعليك عزيزي الطالب أن تدون هذين الردين في الموضعين المخصصين لذلك من كتابك. أحسنتم أعزائي الطلاب، فالحديث عن التأييد والمعارضة يقودنا إلى ما تعرفونه باسم النص النقاشي. وقد تعرفتم في السنوات الدراسية السابقة أن النص النقاشي له خصائص بنائية وأخرى أسلوبية. وفي هذا المقطع من الدرس أعزائي، سنحاول التعرف أكثر على هذه الخصائص البنائية. أعزائي الطلاب، إن النص النقاشي يدور حول قضية جدلية نقاشية، وهذه القضية تحتمل تعدد الآراء ووجهات النظر بين مؤيد ومعارض.
أما عن الخصائص البنائية للنص النقاشي فتتمثل في المقدمة، وهي تمهيد يعرض من خلاله الطالب الموضوع الذي يريد مناقشته. ثانياً العرض، يوضح فيه الطالب وجهات النظر المختلفة في القضية، ويعرض رأي كل طرف ورده على الطرف الآخر، فيثبت آراء المؤيدين والمعارضين بالشرح والتعليل وعرض الأدلة والاستشهادات والأمثلة. ثالثاً الخاتمة، ويعرض فيها الطالب رأيه الشخصي وموقفه من القضية موضوع النقاش، وللطالب الحق في أن يتبنى أحد الرأيين مرجحاً إياه على الرأي الآخر مع بيان سبب هذا الترجيح، وقد يتخذ الطالب موقفاً وسطاً بالموازنة بين الرأيين في حال كان هناك وجه منطقي للجمع بينهما مع بيان سبب اتخاذه هذا الموقف. عزيزي الطالب، النص النقاشي كما رأينا له خصائصه البنائية، وهي التي عرضناها قبل قليل، وله كذلك خصائص أسلوبية تعنى بالأساليب والعبارات المستعملة وأدوات الربط وعلامات الترقيم وغيرها، والتي سنتعرف عليها في المقطع الثاني بحول الله. فلننتقل عزيزي الطالب إلى النشاط الثاني، والذي ستجده في كتابك المدرسي في الصفحة 68 بعد 100. يمكنكم أعزائي الطلاب إيقاف التشغيل لقراءة النشاط. يرى البعض أن الدولة ما دامت تكفي المواطنين احتياجاتهم المختلفة فلا داعي لمشاركتهم في إقامة مشروعات وقفية لن ينتفعوا منها بشيء. في حدود 4 فقرات ناقش هذا الموضوع مبينا وجهات النظر المختلفة وموضحا رأيك الشخصي. حاول عزيزي الطالب أن تتبع التعليمات المقترحة للإجابة عن هذا النشاط. والآن سأفترض عزيزي الطالب أنك اتبعت التعليمات السابقة، أي أنك حددت القضية وبحثت في المصادر وجمعت المعلومات، وقد وصلت إلى مرحلة تصميم المخطط الأولي لكتابة الموضوع المستهدف، مضمنا هذا المخطط الأفكار الرئيسة ورؤوس الأقلام التي ستعينك على صوغ الموضوع بشكل كامل، مسترشدا بالتعليمات التي وجهك إليها الكتاب المدرسي. ولنعرض أعزائي الطلاب مخططا هيكليا لموضوعنا، والذي يمكن أن يكون على هذا الشكل، فهو يتكون من المقدمة والعرض والخاتمة، حيث يمكنك عزيزي الطالب تنظيم تصميمك على هذا النمط. وسأعرض لك عزيزي الطالب هذا النموذج كمقترح يمكن الاستفادة منه في تنزيل أفكارك بناء على تصميمك الخاص. المقدمة، فيها تعرض القضية، حيث إن الكاتب يتبنى فكرة معينة، وهي أنه لا داعي لمشاركة المواطنين في إقامة المشروعات الوقفية ما دامت الدولة تكفيهم جميع احتياجاتهم. في العرض تضع بعض العناوين للأفكار التي ستناقشها في نصك، حيث المؤيدون مع الرأي الذي يرى أنه لا فائدة من مشاركة المواطنين في المشروعات الوقفية على اعتبار أن الدولة قادرة على كفاية الناس احتياجاتهم وعدم حاجتها إلى إسهامات المواطنين، وأن المواطن الواقف قد لا يستفيد من تلك المشاريع. أما المعارضون فهم يرون أن المشاركة في ذلك يتيح للقادرين الفرصة للقيام بواجبهم تجاه المجتمع، حيث يعتبر ذلك لونا من ألوان التعبير عن الانتماء، كما هو الشأن في دولة قطر التي تكفي مواطنيها جميع حاجياتهم، ومع ذلك فإننا نرى المواطنين يسعون دائما للمشاركة في المشاريع الوقفية والخيرية التي تنفع المجتمع القطري. عليك عزيزي الطالب أن تتوسع أثناء الكتابة
لعرض أفكارك في فقرات بنمط تسلسلي منظم كما رأينا في النشاط الأول من هذا الدرس. أما الخاتمة فهي الحيز الذي تعرض فيه رأيك الشخصي، كأن تقول في حالة الموازنة: لا أرى خلافا حقيقيا بين وجهتي النظر المطروحتين، بل أصاب كل فريق الحق. أو في حالة الترجيح تقول: تعد آراء الفريق الأول مثلا الأقرب إلى الواقع، وتدعم ذلك الأدلة، ثم تعلل أسباب اختيارك لإحدى الحالتين. عزيزي الطالب، عرضنا الآن عليك هذا المقترح، فيمكنك أن تسير على منواله في هذا الموضوع محاولا استحضار بعض الأفكار الأخرى التي تعبر عن رأيك في قضية النقاش. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، إلى أن نلقاكم في الجزء الثاني، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.